الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤية نبيح الكلب الأسود في المنام علامة على المشاكل الكبيرة التي تحدث لصاحب الرؤية هذه الأيام. من يرى في المنام أن الكلب البني ينبح عليه علامة على الاضطرابات الكثيرة التي يمر بها صاحب الرؤية في حياته هذه الأيام. حلم نبح الكلب بصفة عامة في المنام علامة أن صاحب الرؤية يحيط به أعداء كثيرون يكرهونه بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن هناك كلبا ينبح عليه علامة على إصابته بمشاكل كثيرة جدا في عمله أو بيته، والله عز وجل أعلى وأعلم. رؤية وجود داخل البيت ينبح على صاحب الرؤية علامة أن صاحب الرؤية هناك من يتربص بهم بشكل كبير في بيتهم. حلم الكلاب داخل البيت وتنبح على الإنسان علامة على معصية ما يقوم بها أحد أفراد الأسرة، معصية فترة كبيرة من الوقت، والله أعلى وأعلم. رؤية الكلاب داخل البيت وتنبح على أصحاب البيت علامة أن هناك من يريد أن يدمر بيتهم، فعليهم الحذر، والله أعلى وأعلم. رؤية عضة الكلب والنبيح على الإنسان علامة على ألم كبير يصاب به صاحب الرؤية في بيته أو عمله أو حياته، والله أعلى وأعلم. رؤية الكلب يعض الإنسان وينبح عليه علامة على أزمة مالية كبيرة جدا ترهق صاحب الرؤية بشكل كبير، والله أعلى وأعلم. من يرى في المنام أن الكلب ينبح عليه ويعضه علامة أن هناك شخصا منافق يظهر له عكس ما يبطن، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا